الله لازم تكون متفوق في النفي. انا عاوزك تركز معايا كويس كده، لان الافكار ديت ان شاء الله بعد دقائق هنحل مع بعض فيها ان شاء الله. نبدأ مع بعض، هقول لك على مثال حلو كمان كده، مثال جميل ان شاء الله ما تنساهوش ابدا وانت قاعد تذاكر في البيت مثلا بالليل، جوعت خدت بالك، وبعدين وانت جعان كده فعاوز اكل، فبدأت تتسلل الى المطبخ، وكانت والدتك طبعا مأمنة على التلاجة كويس وحاطة كاميرات مراقبة يعني شديدة الحظر، واخد بالك معايا. فبعدين انت طبعا مش عاوز تقيد النور بقى عشان محدش ياخد باله ويلاحظ، فجيت متسلل كده الى المطبخ. فوانت في المطبخ كده يعني داخل بقى كده، سمعتك مين؟ والدتك. فقالت ايه؟ قالت لك ايه؟ نادت بقى بصوت كده عالي وقالت كيلكان، ايه الا كويزين؟ السؤال، هل احد ما بيكون في المطبخ؟ خد بالك دي كيلكان فعلها، مين اللي هيرد عليها؟ ما هو مفيش غيرك بقى، انت اللي هترد عليها تقول لها ايه؟ لا لا لا، ريحي، نامي نامي، ما تخافيش، مفيش حد. اقولها ازاي؟ اقولها بالشكل ده يا بطل، اجي شيل دي كده واتن قايل بغصن، بس ما تنساش النور بقى في الاول، بغصني ايه على كويزين، يعني نامي واستريحي، لا لا احد بيكون موجود في الايه، في المطبخ. قالت لك طيب يا احمد يا محمود يا محمد يا فلانه يا فلان، بما ان ما فيش حد في المطبخ وانت بتقول ما فيش، جت سالك سؤال تاني وقالت لك تي فوا كيلكان، هل ترى احد ما على كويزين في المطبخ؟ انا يا ابني مأمنة على الفطار والاكل والحاجات دي، حد ينقض عليهم بالليل ولا نايمة؟ هل ترى احد؟ خد بالك كلمة كلكان هنا مفعول اهو، فجيت انت قايلها يا حاجة نامي وارتاحي، نو جي ني فوا بيرسون على كويزين، بمعنى لا انا لا ارى احد في المطبخ. برضو وضعنا الفعل بينني وايه، بينني وبغصن، يبقى خد بالك اذا وقعت فعل بشيلها واحط كلمة بغصني، اذا وقعت مفعول احط ني قبل الفعل وادور على كلمة كلكان فين بالظبط واحط مكانها كلمة ايه، بغصن. طيب خد المثال ده كده عشان نعلمك فكرة كمان كويسة جدا جدا جدا. المثال بيقول تي بارلي، هل انت تحدثت؟ كيلكان، انا هختصرها كده بقى، ايغ دي اختصار كلمة كيلكان، بس بلاش تكتبها كده ماشي، لكن ده اختصار معتمد ومعروف. تي بارلي كيلكان ايغ، هل انت تحدثت مع احد ما امس؟ فانت قلت نو. خد بالك بقى في النفي، شوف جيني بارلي بيرسون، انا لم اتكلم مع احد. مش ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ان انت حطيت قدام الفعل كلمه ني، لكن ما حطناش كلمه بيرسون بعد المساعد زي ما احنا متعودين مع الماضي المركب. امال حطيناها فين؟ دورنا على المكان اللي فيه كلمه كلكان هو فين، وبين حاطين مكانه كلمه بيرسون، والمعنى انا لا اتكلم مع احد، او انا لم اتكلم بقى بصيغه المضارع، انا لم اتكلم مع ايه، مع احد. عاوزك تركز في دي كويس جدا عشان دي بنحتاجها بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الافكار بتاعه المستويات العليا في النفي ان شاء الله. خلاص يا جماعه، يبقى احنا كده خدنا كلمه كلكان كفاعل وعرفناها كايه، كمفعول. كفاعل بنفيها بكلمه بيغصني، وكمفعول بنفيها بوضع الفعل، بوضع قبل الفعل ني، وبعدين ادور على كلمة كلكان فين واحط مكانها كلمة بغصن. هنروح بقى على رقم 6 بقى يا نجم، اللي هو السؤال بمن. السؤال بايه؟ بمن. تمام كده، السؤال بمن زي دول بالظبط، بس خد بالك كي ساعات بتبقى فاعل وساعات بتبقى مفعول، فانت هتحط كلمة بغصن ني، وبرضه هتعدل من مكانها على حسب موقع كي. يعني مثلا انت لو بتقول دلوقتي كي جو او فوتبول، مين اللي بيلعب كرة ايه؟ كرة قدم. فانت عاوز تقول مثلا ما فيش حد بيلعب كرة قدم، تجي شايل كلمة كي ديت، وممكن تجاوب اجابة مختصرة وتقول بيغسون، فيش حد، لا احد.
طب لو هجاوب إجابة كاملة أقول بيرسون ني جو أو فوتبول، لا أحد بيلعب كرة قدم. ممكن تبقى بتسأل واحد وتقول له تي بارل، أنت بتتحدث أكي إلى من، تحدث مع مين، فهو يقول لك جو ني بارل، أنا لا أتحدث أ بيرسون مع أحد أو إلى إيه.